السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا ماد للتقنية. ماذا قلت لكم إذا قلت لكم أن يمكنكم التحصل على جهاز أو على هاردوير واليت خاصة بالـ NFT، يعني يمكنكم أن تلمسوها وتستخدمون من هاتفكم ومن هذا الجهاز. هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفيديو من خلال شركة CQX التي تقدم لك يعني جهاز اسمه نيفتي واليت، وهي كما ترون the world's first NFT hardware wallet، يعني الأول في العالم الذي يمكنك يعطيك جهاز تستخدم فيه الـ NFT وكل شيء. لكن قبل البداية في شرح هذا وكيفية الشراء وكل شيء، أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر لايك للمزيد من الفيديوهات إن شاء الله. كما ترون إخواني، فالشركة اسمها CQX، وهي تقدم يعني هذه الجهاز. كما ترون يمكنك يقدم لك هذه الجهاز اسمه نيفتي، كما قلت لكم الاول في العالم، وهاردوير واليت. كما ترون عند الدخول للمتجر اسفل الفيديو، هذا هو الجهاز. يعطيك ايضا اجهزه اخرى خاصه بالNFTs وكل شيء، لكن نحن سنتطرق لهذا الجهاز. كما ترون سنقوم باللين مور ولكي نعرف المزيد حول هذا الجهاز الخرافي، والذي سيصلك لمنزلك ولاي بلد في العالم. كما ترون فهو يستخدم يعني offline storage for your private key. يمكنكم يعني فهو جيد جيد جدا، يمكنك من استخدام يعني انشاء واليت خاصه بك يعني بمعلوماتك الشخصيه، واستقبال فيها ال NFTs وارسال ال NFTs لاي شخص تريد. ايضا ملتي تشين سبورت اوف الايثريوم والبوليجون والعديد من النتوركس الاخرى. هذا جميل جدا، ويعني الطريقه للشراء فهي سهله وسهله جدا. اعطيكم يعني بعض المعلومات حول المنصه اخواني، فهي يمكن تمكنك من ارسال ال NFTs بطريقه سهله وسهله جدا. مثلا كما ترون معي، يمكنك فقط الحصول على الوالت الخاصه بالشخص الذي تريد ان ترسل له، وكل ما عليكم هو ان ترسل له مثلا ال NFT الذي لديك. اذا كنت تريد شراء ال NFT فهو يدعم يعني العديد من النتوركس كما قلت لكم، يمكنك شراؤها وارسالها لشخص اخر. ايضا اذا كنت مثلا تريد يعني تريد ان انت من ان تتحصل على NFTs من شخص اخر ان يرسلها لك، فيمكن فالطريقه فهي سهله. كل ما عليك هو ان تعطيه الورد الخاصه بك، ثم بعدها سيقوم ب يعني بارسال لك، وستلقى ال NFT يعني في جهاز ملموس. يعني هذا ما اعجبني، يعني هو جهاز ملموس، و يعني لا يعني الطريقه فهي عندما سمعتها اول مره لم اتيقها. الان ساشتري هذا الجهاز وساتوصل به وساقوم بعمل فيديو في القريب العاجل ان شاء الله. كما قلت لكم تتوصلون بال NFTs الخاصه بكم. ايضا يمكنك كونكت يعني ديفايس عند التوصل بالجهاز. كل ما عليك اولا يعني قبل البدء في هذا الشيء الذي قلت لك، هو ان تقوم ب يعني كونكت ديفايس، يعني الجهاز مع الهاتف الخاص بكم. كما يجب عليكم ايضا ان يعني تنشئون واليت بطريقه سهله وسهله جدا. بعدها يمكنكم يعني اخواني في البدء في الارسال وكل شيء خاص ب المنصة. أيضا قبل الدخول فيجب عليكم ضروري أن يعني تحملوا التطبيق الخاص بهم، فضروري ضروري التطبيق الخاص بهم أن تقوموا بتحميله في الأب ستور والبلاي ستور، لكي نعم لكي تقوموا إخواني بكونكت الجهاز مع الهاتف الخاص بكم بطريقة سهلة. الآن سأريكم كيفية الشراء. الشراء فهو سهل وسهل جدا. إلى الرابط أسفل الفيديو، ثم تبدأ إلى باي ناو من هنا. الطريقة فهي سهلة، ويشحن لأي بلد في العالم وتتوصل به بأي يعني ليس مشكلة. كما ترون هنا الريفيوز الخاص بالأشخاص الذي اشتراه، كما ترون هذا هو الجهاز، كل ما عليكم بالهاتف مع الجهاز. ثم هنا ستجد أن الـ NFTs الخاصة بك هنا يأتي على هذا الشكل. كما ترون هذا هو الجهاز، كما قلت لكم فهو هاردوير واليت، يعطيك مع USB charger.
ايضا كما ترون البيبر ريكفري، هذا هو الشكل كما ترون. يمكنكم قراءه الكل حول هنا. ايضا كما ترون هنا بعض الاشخاص لدي ريفيوز الخاص بهم، طريقه شراء مثلا كما تريد واحد او اثنين لشخص، او يمكن كان تعطيه لصديقك او هذا الشيء من هذا القبيل. كل ما عليك هو باي ناو من هنا، بعدها نتوصل هكذا تشيك اوت بهذه الطريقه، ثم بعدها يمكننا الدفع بالباي بال الخاص بنا. هنا نقوم بكتابه الايميل، البلد الخاص بنا، فهو يدعم العديد من البلدان كما ترون، كما ترون هنا. وثم الادريس، الفيرست نيم هنا، سيتي، بوست، ثم الفون نمبر الخاص بكم. طريقه سهله، يمكنكم الدفع بالباي بال كما ترون اخواني. فالدفع بالباي بال، ويمكنكم ايضا الدفع بالفيزا، ماستر كارد، لايت كون، واي شيء. بعدها تقوم بالدفع بالباي باي بال، وستتوصل بالجهاز الى باب منزلك اخواني. ايضا يقدم بعض من الاشخاص، لكن نحن بعض من الاجهزه الاخرى، لكن نحن نريد هذا النفتي. هو جميل جدا كما ترون، هذا هو ثمنه، فثمنه جميل، ويعني هو رائع ورائع جدا ايضا اخواني. فهذا يدعم ايضا الكريبتو كارنسي، يمكنكم مانيج، يمكنكم يعني استخدام الكريبتو بطريقه، وجميع العملات الرقميه بطريقه سهله، يمكنكم التحكم فيها من هذا الجهاز، الجهاز الخرافي اخواني في الله. الآن يعني أنصحكم بشراء فسيساعدكم كثيرا كثيرا للاستخدام الـ NFTs والكريبتو إخواني في الله. كان هذا كل شيء في الفيديو، أتمنى منكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك للمزيد من الفيديوهات. كان معكم ميديا تقنية، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.